السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتكم التعليمية كود بورتال. هنكمل دروس الـ SQL مع بعض إن شاء الله، وفي الدرس ده هنتعرف أكتر على جملة select، وهنتعرف إن احنا إزاي نعمل retrieve all data ونعمل retrieve لكولومز معين. طيب تعالوا نشوف مع بعض كده. هنشغل الـ SQL تمام، SSMS اللي هي SQL Server Management Studio. نفتحه مع بعض. طبعا احنا في شغلنا ان شاء الله هنشتغل على الداتا بيز النورث ويند عشان هي اللي جاهزه معانا، واحنا عرفنا ازاي نعمل لها سيت اب. اوكي، هعمل كونكت على الويندوز اوثنتيكيشن. خلاص نعمل نيو كويري. في حد كان سألني في الكويري عنده تكست اديتور اللي بتاع الكويري مش ظاهر فيه نمبر، اللي هو اللاين نمبر، ان انا لما بضغط انتر بيظهر ارقام للسطور. الديفولت ما بقاش الارقام دي ظاهره. لو احنا عايزين نظهرها بروح من تولز و اوبشنز، ومن اوبشنز بروح ادور على حاجه اسمها تكست اديتورز. اهو خلاص، من تكست اديتور ترانزاكت اس كيو ال، في عندي هنا في الجنرال في عندي حاجة اسمها line numbers بنعلم عليها علامة صح. خلاص ونضغط اوكي، هنلاقي الارقام الصفحات هنا ظهر السطور ظهر. طيب انا ممكن يا اما اقول له using northwind زي ما احنا اتعلمنا، او من خلال القايمة اللي فوق دي بختار اسم الداتابيز بتاعتي. خلاص وننفذ F5. في هنا find the stored procedure using تمام، هي use مش using sorry. طيب نيجي بعد كده ل نعمل go. نيجي بقى لجملة select. اولا تعالوا نشوف اسماء التيبلز اللي عندي database خلاص في النورث ويند تيبلز عشان بس نكتبها صحيحه. اهو الكاتيجوريز، في عندي كاستمر، في عندي امبلويز، الاوردرز وهكذا. طيب نيجي نعمل اول حاجه نعمل كومنت كده عشان نبين اول داتا. لو انا عايز اجيب الداتا كلها يبقى ساعتها هنستخدم جمله سيلكت، وعلامه النجمه دي معناها كل البيانات الموجوده في جدول معين. خلاص يعني select all data منين؟ طبعا ممكن نكتب على اكتر من سطر عادي، اقول له from نكتب employees مثلا خلاص والسيميكول. نيجي ننفذ السطر ده، اللي هيحصل ايه؟ هيروح جايب لي الجدول كامل بتاع ال employees. اهو ده جدول كامل لكل بيانات ال employees. طب تعال نجرب على جدول تاني، اقول له select الكل from products على ننفذ الامر ده بس. اهو ده products خلاص. ممكن نعملها كمان مع select الكل from orders طيب ده بالنسبه ل retrieve all data. طب انا لو عايز اعمل retrieve columns، يعني ايه retrieve columns؟ حقول فقط. بمعنى هقول له اعمل كومنت هنا اقول له filter columns هقول له select مثلا نشوف بس جداول employee from employee عشان متلخبطش كده، نشوف اسامي الحقول. تمام هقول له select employee ID
بص يا شباب، انا باجي اكتب مش لاقي كلمه employee ID، عشان خاطر اجيب الكلام دوت هنزل تحت كده بعد ما اكتب select اقول له from employees، اطلع فوق تاني اقول له select employee ID، هنلاقيها ظهرت معانا اهي employee ID خلاص. او كوما، ممكن اكتب كوما كده. نكتب ايه تاني؟ first name and last name، اقول له first name comma last name comma في اي دي عندنا مثلا، او city. اوكي اقول له city خلاص، فقط from employees. طيب تعالوا كده نرن. هنا راح جاب لي الكولمز بس اللي انا حددتها، اللي هي الامبلوي اي دي، الفيرست نيم، لاست نيم، السيتي. خلاص يبقى انا هنا في الفيديو ده كده اتعرفنا على ان انا اعمل ريتريف لاول داتا، او ان انا اعمل ريتريف لكولمز معينه. خلاص وهنكمل مع بعض ان شاء الله في الدروس القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.